اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بطوله افريقيا الابطال الكؤوس لكره اليد بتقام في المغرب في مدينه مكناس، والبطوله فيها 8 فرق، اربعه في مجموعه واربعه في مجموعه، والاهلي على راس مجموعه منهم. كان عندنا 3 مباريات في المجموعه فزنا بيهم الثلاثه وتصدرنا مجموعتنا. فزنا طبعا على سكوتوريما اول فرقه لعبناها بنتيجه 26-46، والجوله الثانيه كانت مع ريدي ستارز الايفواري 26-45، واخر مباراه كانت مع فاب الكاميروني فزنا 48-23، فرق كبير. اتاهلنا لدور الثمانيه اللي هو هيكون معانا مين؟ رابع المجموعه الثانيه اللي هو اسافا السنغالي. والاهلي معاه في قائمته 18 لاعب وبيستعد خلال البطوله دي كمان الماتش الاهم في الموسم قدام الزمالك يوم 10 سبتمبر السوبر الافريقي.